وبركاته. اهلا بكم متتبعي القناه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بهالتوب غنصيبوا قندوره للدار، بيجامه للدار سهله بلا دونتيل بلا لاستيك بلا شي حاجه، باسهل طريقه ان شاء الله. غادي تشوفوني غنصيبها لا في الفصاله ولا في الخياطه، ما عليكم غير تابعوني حتى لاخر الفيديو. دابا غنشوفوا التوب شحال فيه ديال الطول وشحال فيه ديال العرض باش غادي نعرفوا هاد البيجامه كيفاش غادي نديروا ليها. التوب في 2.5 متر ديال الطول، غادي نخدمو البيجامة على العرض ديال التوب لأن فيه الطول العرض 1.5 متر، يعني غنخدمو على العرض علاش؟ حيت بغيناها كلوش شوية من الجلي ديالها، يعني غنخدمو حنا غنحسبو الجلين هما الأولين وغنعرفو شحال بغينا نديرو فيهم، عاد من بعد غادي نطويو التوب على هاد الحساب. مثلا بغينا نديرو 45 سنتيم في الجلين، غادي ناخذ 90 على اساس 90 غادي تكون في الامام، وعاد من بعد غادي ناخذ 90 غتكون في الخلف، هي 180 سنتيمتر. ها انتما كما كتشوفوا دابا طوينا الثوب على العرض ديالو وحافظنا على القياس ديال 45 سنتيم في جديل، هو اللي خدينا عليه، هو على اساسه طوينا التوب بهذه الطريقه. دابا غادي نبداو الفصاله ديالنا، غنبداوها من الحاشيه ديال التوب، غنخلو القياس ديال الخياطه ديال الاسفل، غادي نحيدو الحاشيه وغادي نخليو 3 سنتيمتر، وغادي ناخذو الطول ديال التوب ديالنا 1.38 متر. هو هو 1.38 متر. دابا غنخدمو البيجامة ديالنا، عندنا الكتاف في 40 سنتيم مقسومين على جوج زائد واحد، هي 21 سنتيم. هاهي 21 سنتيم، غنهبطو بثلاثة سنتيم ديال الكتف، عاد غناخدو 8 سنتيم ديال الكول ديالنا، غادي ناخدو 2 سنتيم ديال الخلف، غادي ناخدو 15 سنتيم ديال الامام، لان بغينا هاد البيجاما تكون في، يعني الكول ديالنا في بحال هكا. عاد غنهبطو بالكتاف الخط المائل ديال الكتف، عاد من بعد غادي نهبطو بالقياس ديال الكتف، يعني 21 سنتيم هي هادي، وغادي ناخدو القياس ديال الصدر اللي هو دورة الصدر مقسومة على 4 زائد 4، عندنا 108 سنتيم، 108 سنتيم هي 27 سنتيم، وزائد 4 سنتيم هي 31 سنتيم، هي 31 سنتيم، وغنهبطو بواحد القياس غير معين باش غنديرو 31 سنتيم واحد اخر. علاش المهم عندنا هو هاد الخط اللي كنخدمو عليه القياس ديال التركيز، نتابعو معايا القياس ديال التركيز، غنعاود بواحد الطريقة مبسطة باش تفهمو معايا، وخصوصا الجدد اللي دخلوا القناة ضروري غادي نبقى نشرح لهم بنفس الطريقة كي كنت كنشرح من الأول. علاش؟ دائما على أساس أنني ديما خدامة مع المبتدئات. هاد الخط اللي عنده القياسات ديال الصدر بحال هكا، غادي ناخد فيه القياس ديال التركيز، من 3 سنتيمتر اللي هبط على الكتف ديالي غناخد القياس ديال التركيز اللي هو 24 سنتيم. انا قياسي هو هذا 24 سنتيم، ولكن علاش درت الخط؟ شوفوا شنو كندير، الا كان القياس ديال التركيز 22 هو هذا 23، ديما كنبقى نقلب على القياس ديال التركيز في هذا الخط اللي هذا الخط فيه القياس ديال الصدر، يعني النقطه اللي كنلقى هنا هي نقطه التقاء التركيز وقياس الصدر الحقيقي ديال القندوره ديالي. من بعد من كنلقى هذه النقطه الحقيقيه،
اشنو كندير؟ كنهود بنفس في نفس الخط ب 12 سنتيمتر. ها 12 سنتيمتر قاعده، علاش؟ لانها كنهبطوا المستوى ديال الحزام. ملي كنلقاو المستوى ديال الحزام عندنا 96 سنتيمتر، نقصوها على 4 زائد 4 هي 28 سنتيم. هذا هو القياس ديال الحزام الحقيقي ديالنا. هذيك 4 سنتيمتر اللي كنزيدو حيت حنايا كنشدو العبار بواحد الطريقه دائريه على الجسم ديالنا، يعني لاصق على الجسم، ما يمكنش ينقصوا على 4 ونحطوا القياس اللي لقينا لانه لاصق على الجسم ديالنا. دونك خاصنا نزيدو القياس ديال الخياطه والقياس ديال الاتساع. هذيك هي 4 سنتيمتر، هي فيها 2 سنتيم ديال الخياطه و2 سنتيم ديال الاتساع باش الكاندوره تبقى تمشي وتجي علينا، وسيرتو انها ديال الدار كنبغوا نلبسوها منخويه شويه وواسعه علينا شويه. بنفس النقطه ديال الحزام كنهبطوا ب 24 سنتيم. هاد 24 سنتيم باش نلقاو قياس الحوض اللي هو 116 سنتيم. 116 سنتيم اللي هي 29 سنتيم زائد 4 سنتيم هي 33 سنتيم. هادو هما النقاط الاساسيه اللي بهم كنخدموا القياسات ديالنا. عندنا الصدر والحزام والحوض. الجليل راه حنا خديناه، الجليل هو الحاشيه ديال الثوب هو 45 سنتيم، الكتف هو هذا. دابا حنا غنشوفوا كيفاش غادي نلاقيو هاد النقط ديالنا. غنستعملوا جوج المسطرات الاساسيه في الفصاله، هما هادو. عندنا البيروكي، انتما عندنا البيروكي هذا كنخدموا به لهاد المنطقه ديال الكول والمنطقه ديال التركيز، ونقدروا نخدموا به حتى المنطقه ديال الحزام. عندنا من بعد البلايص المستقيميه كنخدموا بها بالمسطره، او ممكن تخدمي بالمثلث. شوفوا معايا مزيان كيفاش غنخدم التركيز ديالي. غناخذ هاد الخط اللي انا دايره في البيروكي ديالي، كناخذ النقطه ديال السونتر ديال هاد الدائره، وكناخذ الخط هذا. هاد الخط هو اللي كنحط انا على هاد النقطه ديال التركيز، وكنقاد بحال هكا حتى كنلقى النقطه ديال 3 سنتيمتر ديال الكتف ديالي. هذه هي اللي كتقاد لينا التركيز ديالنا بحال هكا. انتما حنا ما غندخلوش في الديتاي بزاف ديال الفصاله ديال العصريه، حنا غنخدموا دابا هادشي، ونهار غنفصل لكم شي حاجه عصريه او جلابه عصريه، غنتابعو مزيان كيفاش كنخدمو التركيز والحزام والكول وداكشي ديالنا. كيما شفتو انا طراسي دابا التركيز ديالي، وحتى هنايا شوفو هاد النقطه الخارجه، هذا البطن ديال البيروكي ديالي كنحطو على هاد النقطه ديال الحزام باش كنصيب هاد الخط بالحزام والصدر. كيما شفتو هو هذا. دونك دابا هاد البلاصه المستقيمه غادي ندير ليها المسطره بحال هكا. كنتمنى تكون الخطوط كتبان لكم، والشرح يكون يعني وصلكم كيف ما بغيت انا. هانتوما، ومن بعد كناخذوا النقطه ديال الحوض مع النقطه ديال الجليل وكنزيوهم بواحد الخط. ها الرسم ولا باين لينا. دابا ما علينا غير نقطعوا الكندوره ديالنا، وغتبان لينا اكثر ملي غنقطعوها، غتبان لكم الفصاله باينه. كنبداو دائما بمنطقه الخلف، علاش؟ حيت الا بديتي بنا راه غادي تضربي الثوب عندنا على 4، يعني حنا راه عندنا الخلف والامام في ان واحد كنفصلوه. انتبهي مزيان لهاد المساله. شوفوا كنقطعوا الخلف هو الاول، وكنمشيو مع الخطوط ديالنا اللي حنا رسمناها. دابا بالنسبه للجليل ديالي، ها نتوما بالنسبه للجليل ديالي انتبهوا ليه مزيان. حنا ملي كنخلو الكندوره ديالي بحال هكا غادا مستقيمه بالجليل ديالها، شوفوا كما هنايا غادي مستقيم،
وهنايا غادي مائل. هاد الجهه اللي غادا مائل راه كتكون طول من الجهه اللي مستقبليه. دونك شنو كيوقع؟ هاد الجناب مني كنخيط البيجامه ديالي او الكاندوره ديالي كيطيحوا ليا من الجناب، يعني الجناب كيولوا اطول من الامام والخلف ديالي. يعني شنو المعمول في هاد المساله؟ اشنو كنديروا؟ كنطلعوا ب 4 سنتيمتر. حنايا غادا نحيدوا الحاشي حيت حنا ما عبرناهاش اصلا، غنحيدوها هي الاولى. ها هي غنحيدوها مستقيمه بهذه الطريقه. عاد من بعد حنايا غنعبروا 4 سنتيمتر بحال هكا، وغادي نديروا البيروكي بهذه الطريقه. هانتوما بهذه الطريقه، هانتوما شي كيقاد ليا مزيان المساله ديالي بحال هكا. صافي كتولي عندي جنيل دائري بحال هكا، والجناب كيكونوا مقادين مع الامام والخلف في اللبسه ديال البيجامه ديالي. دونك صافي حنا كملنا الامام والخلف، بقى لنا غير الكول ديال الامام غادي نحيدوه. دابا كيفاش غادي نحيدو الكول ديال الامام؟ تابعوا معايا مزيان هذه المساله كنديرها، وكتقتصد ليا على الوقت وتا على الثوب. لنفرض انا بغيت الثوب راه هو في عندي، يعني غير قدي الكمايم او الكمايم قصار او طروكال ما عنديش مشكل، ولكن دائما استعملوا بحال هذه الطريقه. علاش؟ باش تبقى لكم حتى الكمايم ديالكم تستعملوهم بالطريقه اللي بغيتوا. حيت عندنا القنادر كنديروا الكمام طوال بلاستيك، يعني ماشي مشكل الثوب لا شاطليه. شوفوا هذا الطرف اللي كيبقى لي بحال هكا اشنو كندير ليه؟ كنجي كندير ليه بحال هكا، هانتنتبهو مزيان، كنحطو بهذه الطريقة. هذا الأمام مني كنبغي نصايب الطبطين ديال الأمام، أو ممكن تصايبي حتى الطبطين ديال الخلف، كتقديهم بهذه الطريقة. الطرفة ديالك هما اللولين وكتحطيهم هاهو. هانتي هانتي صايبتي دابا الطرف ديال الامام والخلف ديالك. غادي نرجعوا الكندوره ديالنا بهذه الطريقه، هانتو نقادوها مزيان معاها، ونقطع انا التخويره ديال الخلف هي الاولى. شوفوا هكا، ها هي انا قطعتها بحال هكا وجاتني النيشان مع الكتف، ماشي مشكل. من بعد غادا نقص اللي بغيت ونخلي اللي بغيت. دابا من هاد المساله شنو غادي ندير؟ غادي نحيد هادي ديال الخلف، ها هي حيدتها تنعاود نقادها، وغنحيد الوسطانيه حتى ديال الكندوره ديالي ديال الخلف. وانتبهوا مزيان لا تعودوا تقطعوا لي تقطعوا كلشي في دقه واحده. كنخلي هادي الامام باقي ما قورتهمش بجوجهم، لا ديال الكندوره ولا الطبطين ديالها بالضبط. كتقادي هذه مزيان، علاش؟ باش تكون عندك الوسط ديال الكندوره مقاد عندك مزيان بحال هكا. حنا قاديناه مزيان بحال هكا. دابا شنو غادا نديرو؟ دابا غادا نفصلو الفي ديالي اللي بغيت. هيا دابا كنحيد ديال الكندوره، وعاد كندير انقاد شتيها هادي ديال الفي. عاد كنجيب ديال الخلف حتى هي كنقادها كيف بغيت انا. دائما هاد الكتف ديالي كنخليه، علاش؟ حيت هو اللي كندفن فيه الطبطين ديال الامام. ها هما طبطينات بجوج ديال الخلف وديال الامام، وهاد الامام والخلف ديال الكندوره حتى هما وجدوا. دابا غادي ندوزو الكمايم وان شاء الله غنشرحهم لكم بالتفصيل حتى هما باش تنتبهوا لهم مزيان. هانتوما البنات كما كتشوفوا انا خديت الثوب اللي بقى ليا وطويت منه غير الجهد اللي انا بغيت نفصلو الكمايم. كنخلي هذه ربما تحتاجوها في شي حاجه في شي مساله اللي بغيتو نتوما. دابا شنو شفتو مني كنحيد 3 سنتيم؟ حيت انا هاد الكمايم ما غندير فيهم حتى شي حاجه، حتى شي حاجه زايده على الكمايم العاديين
الا انني غنديرهم قصار شويه يعني 3 كار حتى لهنايا، ما غنديرهمش طوال. يعني غنحيد ديك 3 سنتيم اللي كانت 2 سنتيم في سنتيم مع السورجي، وكناخذ الجهد اللي بغيت هو 38 سنتيم. انا غناخذ 40 سنتيم من الاحسن، 40 سنتيم. وعاد كناخذ التركيز ديالي اللي انا خدمت به في الكاندوره، شحال هو 24 سنتيم. انتبهوا معايا لكم مزيان، غادي نهبط ب 14 سنتيم هانتوما 14 سنتيم هانتوما الخط، انا غنرسمو مزيان باش يبان لكم بحال هكا، وغنرسم الهبطه ديال 14 سنتيم، لان هذا 14 سنتيم قاعده التركيز كيتغير من موديل لموديل كيتغير. اما 14 سنتيم ثابته الا في حاله الا بغينا الدراري الصغار، الا الطيات الصغار هما اللي كنغيروا فيهم هذه الهبطه دي. القواعد حتى هي كتغير، حنا الكبار راه كيبقى بعض المرات القواعد ثابته كما شفتوا بحال هكا. دابا غنمشي نراس لكم غنشوف شحال بغيت فيه، لان لكم شويه طالع غندير 18 سنتيم، ماشي راس لكم يعني هنايا حتى هنا غادي يكون شويه واسع، حيت غدا من راس لكم وانا كنطلع والكم ديالي كيوسع. دابا شنو غندير؟ غنصل النقط ديالي بالطريقه اللي انا غنصل لكم التركيز بطريقه مبسطه. غندخل هنا ب 3 سنتيمتر، هي هذه، ومن 3 سنتيم حتى 14 سنتيم كندير انا واحد الخط اللي انا دائما كنخدم عليه التركيز هكا. الخط يكون بالمسطره احسن باش يبان لكم مزيان ويكون مستقيم. بحال هكا عاد كنشد هذاك الخط وكنقسمه الى 4 قطع. كيفاش كنقسمو الى 4 قطع؟ هانتوما ساهل لكم تقسموه بالطريقه هي هذه، كتشدي سنتيم وكتنيها على جوج. دونك دابا اشنو درت؟ انا قسمته على جوج وعاودت من قسمت طوط سنتيم على 4، راني قسمته على 4 وكنهز هذا الربع وكنحطو هنايا باش يكون. عاود كنشد نجي لهذا المستقيم اللي رسمت هنا، كنطلع بواحد سنتيم في هذاك الخط، وهنا كنهبط بواحد سنتيم، وهاد النقاط كنزيهم بايدي. ولا ما كنتش متمكنه باش ندير الانحناء مضبوط، كناخذ البيروك ديالي، شوفوا كيفاش كيكون، كنشد هاد النقطه وهاد النقطه وهاد النقطه، كنحاول نقادهم باش يكونوا في واحد الخط واحد. ها نتوما دابا انا غنرسم، ها نتوما يبان لكم الرسم مزيان. هانتوما الانحناء رسمتها، الجهه الاخرى كنقلب على البيروكي هكا، يعني هاد الجهه كتكون في الاسفل، وكنعاود ندير هاد النقط بثلاثه، يعني هاد النقطه وهاد النقطه وهاد النقطه حتى هما في خط واحد. هانتوما كما كيبان لكم ها هو الانحناء على شكل اس. عاد كناخذ النقطه ديال 14 وراس لكم كنزيوهم بحال هكا في واحد الخط. عاد كنجي هنا كندخل بواحد سنتيم، علاش؟ لان ما يكونش عندي، يكون عندي داك الايفازي ديال الكم ديالي واحد شويه. دابا غادي نقطع الكم ديالنا، هانتوما دابا هذا هو الكم ديالك، راه كيبان لك التركيز كيفاش مرسوم وكيبان لك كلشي. يعني دابا هذا هو الفصاله ديال الكندوره اللي بغينا باسهل طريقه، وممكنك ديريها ما فيها حتى شي حاجه، لا دونتي لا حتى شي حاجه. اشنو كتبطني الامام ديالك والخلف ديالك، وكتكون البيجامه عندك عاديه وهي موجوده باش تلبسيها بالصحه والراحه. السلام عليكم البنات، كما كتشوفوا هذه هي الكندوره ديالنا اللي فصلناها مجموعين.
اول حاجه هو الطبطين ديال الخلف والطبطين ديال الامام، غادي نركبوهم وغتشوفوا معايا المراحل كاملين، وخصوصا للمبتدئات اللي اول مره كيخيطوا البيجامه ديالهم. ان شاء الله غادي نمشي معكم مرحله بمرحله، غير تابعوا معايا المراحل كلها وغادي تشوفوا. سرتو اننا اول دابا غادي نديروا بيجامه عاديه، يعني ما فيها لا دونتيل لا شي حاجه، ومن بعد ان شاء الله عاد غنطرقوا البيجامات الاخرين شويه اللي فيهم دونتيل، وغادي تشوفوا كيفاش غنخيطوه. هانتوما كتشوفوا البنات، من بعد ما ركبت الطبطين ديال الخلف وكما شفتوا راني شقيته، علاش؟ لانه دائري باش يجيني مقاد ما يبقاش مشدود ليا. وعلى فكره الكول، يعني الكول ديال الخلف ولا الكول ديال الامام ما كنسورجيوش، حيت السورجي حتى هو كيشد الثوب، من الاحسن ما تسورجيش باش ما يمشيش لي ما يعرضش وامام طوم يشدش لك الثوب. دابا وديال الامام راني شفتوني لان درته في، راني شقيته حتى الخياطه باش يتنا ليا على يعني ما يكونش معلكش من هنا، يكون مريح في الخدمه ديالو. دابا غادي ندفن الكول ديال الامام في الكول ديال الخلف. شوفوا كما كتشوفوا دابا هذا هو الكول ديال الخلف، هو هذا. اشنو كنديروا؟ كنحلوه، يعني شوفوا الوجه ديال الثوب هو هذا، الكفه ديال الثوب هو هذا، كنحلوه وكنديروا هانتوما الوجه على الوجه وكنخلوه بحال هكا. عاد كنحطوا الطبطين بهالطريقه، يعني حنايا بحال كندفنوا ديال الامام وسط الكول والطبطين ديال الخلف بحال هكا، كنحطوه بحال هكا. عاد كنخيطوا الخياطه ديالنا باش يجي عندنا الخياطه مفينيه من الكول ديالنا، وحتى من الكتف كتكون الخياطه مفينيه. هانتوما البنات كما شفتوا، هانت انا دابا ركبت الكول ديالي، غادي نوريه لكم مزيان فوق الماكينه بحال هكا. ها هو الكول في ديالي بحال هكا، هو هذا. كما شفتوا كنعاود الخياطه ديال الامام والخلف ما كنعاودهاش، يبقى كنعاود ديال الخلف حيت الا عاودتوها كيمشي لكم واحد شويه ديال الثوب من هنا. من الاحسن نتوما حتى كتدخلي
الطبطين حتى كتدخلي الامام ديالك. دابا شحنت شت بلاصتو، دابا شتي غادي نيشان مع الثوب. عاد انا كنعاود الخياطه ديال الخلف، ونقدر نعاودها حتى على الكتاف، لانه شوفوا الفينيسيون هنايا جات مزيانه. غنعاودها على الكتاف بحال هكا، وغادي تثبت ليا الكول الكولات مزيان، وحتى الطبطين لا ديال الامام ولا ديال الخلف غادي يثبت مزيان. هانتو كنبقى بحال هكا كنشدوه هكا. هاد الخدمه كنديروها حتى في الكسيوات العصريه باش كتجي فين هي الخدمه ديالنا. هانتوما كما شفتوا البنات، دابا هانتوما الخياطه دازت هكا دايزه ومشات على الكتف، وحتى ملي كنقلب الثوب ديالي هانتو كيجي بحال هكا مفيني ومقعد. هانتوما فيني ومقعد. دابا البنات من بعد ما ركبنا الكول ديالنا وفينيناه، دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نركبو الكمام. الكمام بالنسبه لكم عاديين، غادي نشرح لكم، ومن بعد صافي غادي تشوفوا الخياطه، يعني غتبعوني في الخياطه. كناخذ الكم ديالي هو هذا، شوفوا كناخذ النص ديالو وكنعلمو، يعني كنكراني بالطباشير او بالمقص باش كتبداي بهذا النص ديالكم. كديري بحال هكا، ومن بعد كتحطي داك النص الوجه على الوجه على التركيز. شوفوا التركيز هنا هو يعني على الكتف، عفوا الكتف هو هذا الكتف. دابا غادي ناخذوا الكرانه ديالنا وغادي نحطوها على الخياطه ديال الكتف تماما، وكنخيطوا بحال هكا. كنمشيو لهاد الجهه ونعاودوا الجهه الاخرى حتى الا بقى لنا شي سنتيم ولا شي حاجه كيدفن تحت الباط ديالنا. سيرتو المبتدئات هذه احسن طريقه كتخدمي فيها. دابا ان شاء الله غتابعوني. كما شفتوا البنات الطريقه اللي تثبت في هذه الجهه، نفس العمليه غنديرها في الجهه الاخرى، وان شاء الله غندير لوغلي ديال الاسفل ونوريكم القندوره ديالنا.